السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو اليوم غادي نهضروا على لونتيجيل، باللغة العربية كيتسمى سائل التبريد، بالفرنسية لو ليكيد دو غوفرواديسمون. مهم الدور ديالو هو تبريد المحرك، ده هو الدور ديالو. سابقا كان في السيارات القدام، يعني في السبعينات والثمانينات قبل ما يتم الصناعة ديال هذا لونتيجيل، كانوا كيديروا كيتسمى لو ديستيلي. لو ديستيلي هو الماء المقطر، او لا الماء الشتاء بالدارجة، هو الماء ديال الشتاء. يعني قبل ما يتم الصناعه او لا يعني صناعه هذا لونتيجيل، كانوا الناس بكري كيديروا غير لو ديستيلي. المشكل اللي كيكون هو المشاكل، يعني المشاكل اللي كتكون في لو ديستيلي بالنسبه لشحال هذه، يعني ملي كتكون الحراره كبيره، يعني هذاك الماء ما كيستحملش ديك درجه الحراره، وكتطلع السخونيه للطوموبيل، يعني المحرك صافي كتطلع السخونيه. بالنسبه للمناطق البارده ملي كيكون الثلج ولا شي حاجه، هذاك الماء اللي كيكون في الرادياتور كيجمد. داك الشيء علاش هما فكروا بان يصنعوا واحد الحاجه اللي غادي تفكهم من هذا المشكل، اللي هو لونتيجين. لونتيجين شنو هو؟ لونتيجين عباره على 50% من واحد الماء تخيطي، يعني ماشي ماء عادي، واحد النوع من الماء كيكون كيتصنع، ومن واحد الماده اللي سميتها ليتينيل دو غليكول. ليتينيل دو غليكول هادو مواد كيكونوا مخلطين. شنو هي هاد التركيبه هادي؟ شنو كتسمح؟ كتسمح باش في درجه الحراره ملي كتوصل مثلا ل 90 درجه، صافي كيحبس. هذاك هو الدرجه القصوى للغليان ديال لونتيجيل، ما كيسمحش، ما كيوصلش حتى ل 100 110 بحال الماء العادي. علاش دابا بزاف ديال الناس كنصحوهم كيقول لك دير لونتيجيل، كتلقاه مثلا كيجي عندك كليان ولا زبون كيجي عندك كيقول لك انا كندير الماء ديال الشتاء مثلا، فوقيته ديال الشتاء كتكون، كيقول لك انا كندير الماء الشتاء، اولا كندير هذيك واحد الماء 5 يطرو، نقول السميه ديالو ماشي مشكل، باهيه. كيقول انا كندير الماء باهيه 5 يطرو كنشريها ب 10 دراهم، راه مزيانه، ما راه صريح العباره راه تخربيق، اسمحوا لي على هذه الكلمه. راه ما كاينش حتى هذا، لا غادي ندير انا 5 يطرو باهيه ونديرها في الطوموبيل، الجاب باهيه لونتيجين، الجاب الماء العادي لونتيجين. راه ملي كتوصل ل 100 درجه، راه صافي، راه درجه الغليان هذاك لونتيجيل شنو هو الدور ديالو؟ كتوصل 90 درجه صافي كيحبس الغليان، ما كيبقاش، واخا الموتور كيسخن. هادوك المواد اللي مكون منهم لونتيجيل كيسمحوا باش درجه الحراره ديالو ما تفوتش 90. وكذلك في الشتاء هاد لونتيجيل ما كيجمدش، ماشي بحال الماء العادي. الناس ديال شحال هادي شنو كانوا كيديروا؟ بحال دابا مثلا واحد الشخص ساكن في إفران مثلا، في فصل الشتاء، راه في الصباح غادي ينوض، راه غادي يلقى الماء جامد الا ما دارش لونتيجيل. شنو كانوا كيديروا الناس بحال شحال هادي؟ كانوا كيسخنوا الماء، ربما كاين اللي ما عرفش هاد القضيه، كيسخنوا الماء وكيحلوا البوشون ديال الرادياتور، وكيكبوا كيكبوا شويه ديال الماء سخون باش هذاك الماء يتطلق شويه. هادو الناس قبل ما يتصنع هادشي ديال لونتيجيل، يعني وكاينين دابا في هاد الوقيته اللي حنا دابا اللي كاين لونتيجيل، وكتلقى واحد اخر اللي مازال عايش في واحد الوقت اللي كيقول لك لا انا كندير غير الماء ديال الشتاء، ولا كندير انا الماء باهيه راه خدام ليا، وراه ما خدام لك والو. راه من الاسباب اللي كتهلك الموتور هو هذاك الماء العادي، اسباب كثيره، وانا غادي نوريكم واحد الصور اللي شحال من حاجه كيخرج عليها الماء العادي. الديوريتات كي لي ديوريت كيتشرقوا، البومبات الماء كينوض فيها داك الصدى، كتولي كتهرس كتفرتت هي لداخل بشويه بشويه، الرادياتور كتاكل العصا حتى هي يعني كيدخلها الصدى، كتبدا تصدي بشويه شويه من الداخل، وعاد كيولي عندك الصدى بزاف كيدور في الموتور. مناش من هذاك الماء، حيت ملي كيوصل لواحد الدرجه عاليه ديال السخونيه كيدير لنا الصدى لداخل، كاع دوك المواد اللي لداخل كيصدى. ولونتيجيل لونتيجيل كيحيد هادشي، كيمنع هادشي كامل اللي قلت دابا، كاع داك الصداع كلشي داكشي ما كيبقاش، ولكن بشرط دير اونتيجيل اوريجينال. هادو اللي جبت لكم انا دابا هنا
هادو ما ننصحش انسان يديرهم، هذا اونتيجين مزور صريح العباره. وكاين اللي ما غاديش يبغي، ربما اللي كيصنعوا هادو غير الا شافوا هاد الفيديو ما غيبغيونيش نقول هاد الهضره هادي. هذا الماء فيه ماده خضراء بصريح العباره. واحد لونتيجيل كتجي مثلا كتلقى مثلا شي سيده ما كتعرفش عندها طوموبيل ديالها مسكينه شاريها بواحد 20 مليون ساويه الثمن ديالها، وكتجي عند مول المحل كتقول ليه بغض لونتيجيل، كيعطيها لونتيجيل بشحال سيدي 40 درهم، بشحال سيدي 25 درهم. شي من الاحسن هي ديري الماء العادي وما ديريش هاد لونتيجيل هذا. وتا الرجال كذلك، الرجال تا هما كيلقى لهم هاد المشكله هذه. يعني احسن حاجه الانسان يقلب على اونتيجيل اللي كتكون ماركه معروفه. انا غادي نوريكم دابا، غادي تشوفوا الصور هادو اللي كتشوفوا دابا، هادو ماركات ديال لونتيجيل اللي معروفين في السوق، ولكن الثمن الانسان شوف. واحد القضيه غادي نعطي نصيحه لبعض الناس اللي كيبقاو راه شي سياره طوموبيل شحال ما تهليتي فيها ما طيحش اون بان وتبقى معاك مزيانه، ونهار تبغي تبيعها تجيب لك الثمن. تهلا في الطوموبيل، لونتيجيل شري حاجه مزيانه، الزيت شري حاجه مزيانه، بلاكيت شري حاجه مزيانه، كل شيء راه والو. راه ماشي مثلا واحد البياسه غتشريها دابا وكنقول لك انا راه غدا وتاني خصك تبدلها. راه كاين شي حوايج راه كضرب بهم 100000 100000 كيلومتر 150000 كيلومتر. كنعرف انا الناس اللي عندهم لونتيجيل، لونتيجيل شاري اوريجين كيضرب به 100000 بحالو بحال لاشين، ما كيبدلوش. حيت علاش شاري اوريجينال وما كيدليش المشاكل وكيبقى كيما خوان النهار الاول كيبقى. وانا غنوريكم واحد الفيديو دابا غادي تشوفوه ديال بحال دابا في اوروبا عندهم واحد تيستور. حنا في المغرب للاسف ما كنخدموش بهذه الطريقه، يعني ما كاينش دي سونتر اللي غتمشي لعندو غادي يعبر لك كتسمى بالفرونسي لا دونسيتي ديال هذاك لونتيجيل، ديال هذاك لونتيجيل واش مازال ديك المواصفات اللي فيه كيما درتيه النهار الاول في الطوموبيل واش مازال خدامين. يعني مثلا كتشري واحد لونتيجين مكتوبه فيه كي ما كيتجمدش الا وصل، الا وصلت درجه الحراره مثلا ناقص 30. كاينين دي تيستور دي سونتر، ما عرفتش انا واقيلا في كازا يقدر يكون، ما عرفتش المهم ما متاكدش من المعلومه. المهم في اوروبا عندهم كتمشي لدي سونتر كتقول ليه عبر ليا لا دونسيتي ديال هاد لونتيجين اللي دابا داير انايا، كيعبر وكيقلب كيلقى بانه واش مازال كيصبر لهذيك ناقص 30. يقدر يولي مثلا هي ناقص 20 الا مثلا وصل 25 يتجمد، بحال دابا الناس اللي عايشين في كندا فهمتي. ولكن حنا بالنسبه هنا للمغرب راه ما شحال شحال كتوصل كاع ناقص 10 ناقص 8. يعني لونتيجيل يعني ماشي مشكل الانسان لما قلبش بهذه الطريقه هذه كما شفتوا دابا في الفيديو، يعني ماشي مشكل. بالنسبه لهنا للمغرب لي مارك غادي نعطيكم لي مارك اللي يعني اللي مزيانين اللي على حسب الترتيب. اول حاجه اللي كنصح بها، لا مارك اللي كنصح بها كاين بريستون، انتم تشوفوه في الصوره. كاين هيبي يعني بحالو بحال بريستون في لا مارك في الجوده. في المرتبه الثانيه كاين بيمكو ومعها فاليو. وكاين في المرتبه الثالثه توتال ديال فرنسا. وكاين هذه غادي نوريها لكم دابا، ها هي هاد لا مارك يادا. هذه يادا ما بيهاش، هذه ماشي جوده مليحه ولكن مهم احسن من هادو اللي كتشوفوا دابا. يعني هاد لا مارك يادا ها هي كتشوفوها هنا يادا، هذه اسبانيا ديال سبليون. مهم احسن ما من هادو اللي كتشوف. شي تسمع شوف تسمع 30 درهم تسمع 25 تسمع 40 درهم ما تشريش. هذه لا موين 50 درهم ما بيهاش حيت مصنوعه في اسبانيا، ما هادو راه مصنوعين عندنا هنايا كتلقى مصوبه في شي وزين في شي بلاصه، يعني ماشي تا وزين سري كتلقى كيصاوب التخربيق هذا. داكشي علاش انا جبتهم لكم باش تشوفوا هادشي. وكاينين شي وحدين اللي فيهم اللي دايرين ب 20 درهم، كتلقى طوموبيل كونغو داسيا كتلقى داير ليها لونتيجيل ب 20 درهم، ما تشطاره ما 20 درهم بحال راه هو غادي يبدلها لغد ليه. واحد الحاجه اللي غتضرب لك واحد 5 سنين ما غتبدلهاش، ولا واحد 4 سنين من غير الا كان فويت، الا كان شي نهار نسيتي البومبات الماء طراك شي فويت الماء راه غادي تخوي كلشي، غدير فيدونج ديال الماء كامل وكديرها ثاني اونتيجيل جديد. ولكن انت مثلا كتلقى الطوموبيل جديده
شريتيها مثلا خرجتها من لا ميزون جديده ضربت واحد قولوا 3 سنين وانت كديها ليهم تما يعني سالات لا كارونتي خرجتي كدير كتشري السلعه ديالك بوحدك كتمشي عند الميكانيك ميكانيسيان وكتمشي كتخرج كتشري لها لونتيجي ب 20 درهم ولا ب 40 درهم ما خدامش داكشي ما خدامش يعني لونتيجي هنا بحال اللي قلت لكم انا هيبو راه كاين الثمن ديالو 150 درهم كاين توتال تقريبا 120 100 درهم على حساب واش كيتباع في ستاسيون ولا كيتباع عند موالين اجزاء السيارات كاين داك بيمكو تا هو تقريبا كيدير شي 170 درهم 150 درهم الثمن ما بين يعني هادو هما لي زونتيجيل اما باش تشري اونتيجي ب 40 درهم راه ما هي كت ديك الطوموبيل مسكينه غادي تخرج عليها وصافي بالدارجه ديالنا بصريح العباره تخرج عليها وصافي ايوا تبارك الله عليكم ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو وما تنساوش تشتركوا معنا وتبارطاجيو هذا الفيديو على نطاق واسع وتبارك الله عليكم واللي عنده شي سؤال يكتبوه في التعليق وانا غادي نجاوبكم تبارك الله عليكم.